مباشرة من استديوهات تلفزيون نهار. البداية أكيد ستكون بالحدث أين توفي 7 أشخاص وأصيب شخص بحروق في حريق سجل على مستوى جناح أرضي بالمركبة السياحية أزور ببلدية زيرالدا غرب العاصمة صبيحة اليوم على الساعة 2:33 صباحا. تدخلت على إثرها وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر من أجل إخماد الحريق، حيث سخرت وحدات الحماية المدنية عددا معتبرا من الإمكانيات البشرية والمادية تتمثل في 7 شاحنات إطفاء و10 سيارات إسعاف للسيطرة وإخماد الحريق، حيث تم إخماده كليا على الساعة 3:50. محمد مجو كان هناك في التغطية ونقل لنا هذه الصور على مستوى جناح أرضي بالمركب السياحي أزور ببلدية زيرالدا غرب العاصمة. الحصيلة النهائية إذن كانت وفاة 7 أشخاص وإصابة شخص آخر بحروق صبيحة اليوم على الساعة 2:33. الحريق تم إخماده كليا على الساعة 3:50. من جهتها كما ذكرنا وحدات الحماية المدنية سخرت عددا معتبرا من الإمكانات البشرية والمادية تتمثل في 7 شاحنات إطفاء و10 سيارات إسعاف للسيطرة وإخماد الحريق الذي شب صبيحة اليوم كما قلنا على مستوى جناح أرضي بالمركب السياحي أزور ببلدية زيرالدا غرب العاصمة. هذه الصور من هناك من مكان الحريق. نتابع الآن تصريحات قائد الفرقة الإقليمية لزيرالدا في ميكروفون محمد بومجو الذي كان في التغطية. 50 مكالمة هاتفية مفادها وقوع اعتداء بمركب سياحي أزور بلاس. يتمثل الاعتداء في قيام مجموعة من الشبان باقتحام الخيمة المتواجدة بالمركب وإشعال وإضرام النيران بالخيمة، مما أدى إلى وفاة 7 أشخاص منهم 7 رجال و2 نساء تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة. على الفور تم تشكيل دورية من وحدات الكتيبة والتنقل إلى عين المكان رفقة السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة للقيام بالمعاينات اللازمة، وتم فتح تحقيق على الفور. التحريات متواصلة من أجل توقيف الفاعلين. هذا كاين اللي بلي شي حضرات مغنيين ولا